السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة بغيت داري، مرحبا وأهلا وسهلا بكم من جديد. كيف ما عودناكم دائما كنقلبوا لكم على الأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل، وأجي اليوم نهضروا مع واحد الشريحة خاصة، عشاق الأناقة، الذوق الراقي بالخصوص. هذه هدية صراحة، أيقونة من واحد المقاول اللي تبارك الله يعني أبدع فأحسن الإبداع، وتبارك الله على الصانع المغربي وعلى جميع الصنايعية اللي صراحة كان واحد مجهود جبار باش يوصلوا لهذا الجمال اللي من صعب تعبر على هذا الشيء هذا، قسما بالله إلا دخل الزعماء صراحة شيء عجيب ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، ما علينا الإخوة الكرام، ما علي إلا نقول لكم المساحة ديال هذا لاباغتومون. اولا وقبل كل شيء، بالنسبه لهذه العماره ككل كطل على الجودرون، عدد السكان ديالها في المجموع 4، اي ان كل ايطاج غيكون فيه واحد. كاينه من طبيعه الحال الطابق السفلي الارضي، حيت ما جاش مخرج فيه الكراجات بالنسبه لهذه العماره، يعني بلاصه الكراجات كاين السكن، يعني ما تخافوش ان كاين الكراجات لتحت، يعني شي حاجه غتبرزتكم من بعد. هذه كفكره، يعني العماره كلها سكنيه. وانا جيت نصور لكم الطابق الاول للمساحه ديالو 155، ثلاثه ديال الغرف، سيجور، صالون كبير، جوج ديال الحمامات وبالكون. اما الاناقه اخوتي راه صراحه ما كاينش حاجه اكثر من هذا الجمال اللي غنوريكم اليوم. شوفوا معايا اخوتي مدى الاناقه والجمال، ما نقدروا الا نقولوا تبارك الله على اي يد ساهمت في هذا البرودوي او هذا المنتوج المغربي الراقي. اذا باش ما نطولش عليكم اخوتي، المدخل الرئيسي هو هذا، كتدخل مباشره كتوجد سيجور قدامك، يعني دار مفتوحه، ابارتمون مفتوحه، كتدخل مباشره كيثير انتباهك المطبخ اللي اونفاس معك. هذا السيجور اللي تقريبا كله ابياج، لا تبارك الله لكثرة الجمال، أنا براسي ما عرفتش منين غنبدا. المهم أنا نحاول نبداها لكم من المدخل الرئيسي. كما شفتوا كتدخل مباشرة السيجور قدامك، وعلى اليمين ديالك كتوجه ديريكت، كاين واحد الحمام تمايا، الأرضية زليج، ثم كتعرفوا دابا حاليا فخامة ولا تقريبا في أي منتوج غادي نحطو لكم. الرخصة راه جديدة، بناء جديد، بناء حديث. بالنسبة للثمن ديالها صراحة من قارنت هاد لاكاليتي هادي اللي عندنا هنا، راه ثمن تنظم ثمن في المتناول مقارنة مع جوايا اخرين. بالنسبة لهاد المطبخ هذا، الحاجة اللي نقدر نقول لكم هو ان يعني باقي هي لي زاكسوار ديالو، غادي تحط فران، لاهوط، بلاك، مسائل ديالو كلشي غادي تحط، حيت راه هي دابا في اللمسات الأخيرة. انا راني كنصور لكم الطابق الاول. شوفوا اخوتي على ابارتمون شحال مثيره. الشيء اللي عجبني صراحه، الاضافه اللي عجبتني زوينه، كتدخل مباشره من المدخل، كنتوجهوا هنايا كنلقاو عندنا هنا واحد الفاسك، وعندنا هنايا حمام جنب واحد الجديد. هنايا كما كتلاحظوا هنايا عندنا هاد الرشاش، باش تكون عارف الملاحظه هذه تقريبا لاول مره انا كنشوفها، يعني رشاش تاكتيل، وما تخافوش راه ما كيخدمش بالضوء، هذا فقط عنده واحد لا تمبيراتور هنايا ديال الحراره،
ما نقدرش نخرب، ربما يهبط عليا الماء ولا شي حاجه. المهم هذا طومبيراتور ديال الحراره. وكاين بزاف لي زوبسيون، يعني تقدر ترد الحمام فيه غير بخار، ما يخرجش الماء، يخرج غير بخار، فيه موسيقى، فيه صراحه لي زوبسيون ديالو بزاف. والحاجه اللي عجبتني ماشي هو هذا الشيء، الحاجه اللي عجبتني هو ان كيخدم غير بالماء، يعني فاش كيخرج الماء كاين واحد المولد نقدر نقولوا ترونسفير اللي كيولد واحد الطاقه اللي كتخدم بها هذه الاله اللي كتعطينا هاد لي زوبسيون هادو. يعني راه ما تخافوش، راه ما كيخدم بلا ضوء بلا حتى شي حاجه، فقط الطاقه كتولد عبر الماء، الجهد ديال الماء اللي كيخرج هو اللي كيولد واحد الطاقه كما قلت لكم، اللي كتحول هذه الاله لانها تخدم وتعطيك هاد لي زوبسيون هادو. يعني هذه صراحه اضافه زوينه عجبتني بزاف، كنتمنى كلشي يديرها. وهذه فكره حتى الناس اللي ما همهمش يشريوا الدار، غير عطيتهم فكره على ان هذا الرشاش راه ولا موجود، وصراحه باينه خدمه ديالو زوينه. غير انا باش نخدمها خصو كرفسني، ولكن راه باينه داك الشيء واعر بزاف، زعما لي زوبسيون ديالو تقدروا تقراو عليه، وانا عطيتكم الفكره وانتم قلبوا عليه. تبارك الله، راه لابارتمون هادر على نفسها. انا راه واخا عيا ما نهضر ما غاديش نعطيها حقها، اللي عليا كما قلت لكم فيها 3 شومبر، صالون، سيجور، مطبخ. نشوفوا الغرف ديالها، خدمة تبارك الله أنيقة في المستوى العالي. بالنسبة للثمن ديالها 90 مليون، كما قلت لكم المساحة 155، المساحة الإجمالية 155. صراحة عجبني واحد الغرفة بدريسينغ اللي غنشوفوا بعد قليل. هنا كاين البالكو ديالها كما شفتوها جات على الكودرون. الغرفة اللي شفت بدريسينغ عجبتني، عجبني الستيل ديال الدريسينغ كما نتابعوا الآن. وهاد الغرفة بالمناسبة راه فيها حمام ثاني، وتقريبا الغرف كلهم نفس الحجم، غرف كبار كما كتشاهدوا تبارك الله، غرف كبار بمعنى الكلمة، غرف كبار. شوفوا الشكل ديال بلاكار، يعني هذيك الدورة اللي دار بها البلاكار صراحة عجبتني بزاف. يعني صراحة لمست واحد الإبداع، واحد الاجتهاد في هاد المقاول. عطيني الرأي ديالكم حتى نتوما، شنو اللي عجبكم في هاد لابارتومون؟ ومن طبيعة الحال هنايا راه كاين حمام آخر، هنايا كنلقاو فقط رشاش عادي. هنا رشاش عادي بطبيعة الحال، كيما شفتو الشكل ديال هاد البلاكار، الشكل زوين بزاف، راه كله كيتفتح، كله كوليس، وفيه لي طاجير بزاف فيه تقدر دير جميع الأشياء ديالك. بقات لينا الغرفة الثالثة اللي جات حتى هي هنايا، الغرفة الثالثة اللي جات تقريبا سامبل، يعني حتى بالنسبة للناس اللي باغين يديروا هكا بيت الجلاس راه مزيان، يعني كتبقى سامبل، كيبقى واحد اللي بغى يخدمها بيت النعاس، اللي بغى يردها بيت الجلاس. ميمكنش المقاول غيدير لكم لي بلاكا في البيوت كاملين، غيحرمكم من هاد الميزة. دابا هادي تقدر ديرها غرفة تجلس فيها تفرشها، غالبا الناس كيديروا هاد اوبسيو. هاد هادشي اللي كاين الاخوه الكرام، مدينه القنيطره، تجزئه اليونس. اللي مهتم بهاد لابارتومون وراها متوفره، العماره كامله فيها غير 4 ديال السكينات، 4 ديال لابارتومون، كاينه السفليه ديالها. وهادشي اللي كاين الاخوه الكرام، مهم انا تنقول لكم هذا برودوي صراحه. كنشكر المقاول على هذا المنتوج، كنشكر جميع الصنايعيه، راه تبارك الله، راه صراحه تنقول لكم راكم وصلتوا لواحد الفن، واحد النيفو اللي ماشي سهل في هاد التجزئه اون جينيرال. والله يسخر لي الجميع. الصالون تقريبا نقدروا نقولوا ما عطيناش حقه في التصوير، الصالون عائلي. شوف تبارك الله الصالون قداش، لاحظتوا راه كاع لي بياس ديال هاد البارطمان راهم كبار تبارك الله. يعني شوفوا
العرض والطول. دار تبارك الله، شوف دار تدخل ليها فروجي، غير كتحط رجليك كتبان لك كتحس بالفخامة. هادشي اللي نقدر نقول لكم، وتبارك الله عليكم، تبارك الله على الناس اللي كيدعموا هذه القناة، قناة بغيت الدارة، وراحنا ديما معكم، ديما كنجتهدوا كنجيب لكم جديد جديد العقار، خصوصا في مدينة القنيطرة في جزيرة أليونس. وإن شاء الله مازال نعمموا هذا الشيء على صعيد المغرب كامل، وأي مقاول بغى يحط شي برودوي مرحبا به، يتواصل معايا على الرقم اللي غيشوف الباج ديالي. والسلام عليكم.